سونو؟ الليلي شوفي؟ آه؟ ما بعرف أخي، فجأة حسيت بدوخة. دكتورة، شو صاير معها؟ طمنيني. لا تقلق، هي منيحة. أنتوا ما في داعي إنكم تقلقوا، ما فيها شي وفي أخبار حلوة. هي طلعت حامل. الرب يحميكي من عيون الحساد. لازم نخبر حماتك، رح تفرح كتير. ألو، المدام دورغا ديفي؟ الحقيقة هي مشغولة، أنا حفيدة، فيك تخبرني، شو بدك منها؟ قلي وأنا بقلها. لا خلص، أنا بحكي معها بعدين. شكرا. هاد نفس الرقم اللي اجتني منه مكالمات، معناها هذا مو من شركة بطاقات الدفع. لمين ممكن يكون؟ وليش كان بده يحكي مع ستي ضروري؟ قد ما كانت الكذبة كبيرة، انت المفروض تحاول تخبيها. الكذبة اللي بتضل عم تنقال عطول بتصير حقيقة. أنا كنت أعتبرك ابني اللي بتشبهني، بس هلأ عرفت وتأكدت أنك تشبهها لستك دورنا. أخي مبروك، هلأ أنت رح تصير خال. ها؟ اسمعني، تعال معي لبرا، بدي أقول لك شي. ماما، هاي خدي. أخي قلي شو القصة؟ وين موبايلك؟ هو معي. شوفي، أعطيني، دق على هذا الرقم وحاول تعرف لمين. أجتني مكالمات كتيرة منه. نقلني الرقم. افتح السبيكر. مشفى الأمراض النفسية، كيف بقدر ساعدك؟ ايه، وليش هدول الناس عم يحكوا معك؟ مو هاد نفس المشفى اللي كانت ستي عم تتبرع له على اسم أبي؟ أنت بتتذكر؟ طبعاً إيه، أنا بتذكر. من شوي ستي إجتها مكالمة من هذا الرقم. هلأ؟ إيه، بس لما رديت على التليفون ما قالوا لي شو بدهم. حتى أنا كان يجيني مكالمات من هذا الرقم، ولما دق مرة تانية قدم لي عرض بطاقات الدفع. مصح عقلي وبطاقات دفع؟ بالضبط، وأنا كنت متوتر وما قدرت استوعب ليش شركة بطاقات عم تدق لي كتير هيك. ليش الناس اللي بالمصح عم يكذبوا عليك؟ ما بعرف. ليش اتصل الدكتور فيني؟ يا ترى مين اللي رد عليه؟ ألو، مين اللي رد عليك؟ حفيدك هو اللي رد على المكالمة، بس أنا سكرت فورا. ما في داعي تقلقي، هو ما انتبه لأي شيء. كتير منيح. خبريني شو هي الخطوة الثانية. أنا رح أجي لعندك وخبرك شو بدنا نعمل فيها. أوكي. من لما ستي خبرتنا إنه إشكي أخذت المصاري وهربت، حاسس إنه في شيء مانو صحيح. إشكي ممكن تعمل أي شيء، بس هالشي مستحيل تعمله. هي اشتغلت بأوتيل صح؟ اشتغلت لحتى تصرف على خالتها. هي انفصلت عن مايانك وكان فيها طالبة بالمصاري، بس هي ما عملت هالشي. هي ممكن تكون أي شيء، عنيدة، عصبية، مزعجة، بس هي مانا حرامية. إيه صح أخي، بس ليش خالتها لإشكي قالت إنه هي اللي أخذت المصاري؟ عن جد ما بعرف، بس في شي عم بيصير من ورا ظهرنا نحن مو شايفينه. نحن ممكن نلاقي كل الأجوبة بهذا المصح العقلي. أخي، أنت شاكك إنه إشكي ممكن تكون بهالمصح؟ بتمنى يكون غلط، لأنه إذا موجودة فيه بحلف لك إني رح أقتله لهذا الشخص. طيب بنسأل ستي. كوت، لا تحكي ولا كلمة عن الموضوع لأي حدا. نحن رح نفكر بشي طريقة ونروح بعد ما الكل ينام. وإنك أنت يلي خنتي وفرقتي عائلتنا. أنا كل شي عملته لأحمي سمعة هالعيلة هي. هي كان بدها تطلب الطلاق من ابني. ليش؟
ليش كانت بدها تطلبه؟ خبري الكل. لأنه كان بابا مدمن كحول، كان يقعد يسكر ويضربها لأمي، وأوقات كان يضربنا أنا وأختي سونو كمان. أمي ما عاد قدرت تتحمل، فقررت إنه ما بقى بدها تعيش مع أبي بنفس البيت، لهيك هي راحت. فقلي لي وين غلطت؟ وأنت كيف عرفت؟ أنا قريت كل هذا الشيء بالملف تبعك بدون ما تعرفي. وقتها أنا ما فهمت، بس هلأ لحتى فهمت ليش عملتي هيك. كنتي مظلومة يا أمي، وأنا كنت فهمانك غلط وكرهتك كثير. أنا آسف. لا يا حبيبي، كمان هذا كان غلطي. أنا كنت موجود معك بالبيت، تركتك وحيدة، بترجاكي إنه تسامحيني على هالشيء. ستي أنتي كيف قدرتي تبعدين عن أمي هيك كل هي السنين؟ الشكر كله لإيشكي، لأنه خبرتني الحقيقة عن أمي، ولولاها أنا ما كنت شفت أمي وفهمت كل شيء صار. إيشكي؟ أنا آسف يا أمي، لأنك دخلتي السجن بسببي. هالشي مو صحيح. إيشكي لحقت سافيتري قبل ما توصل على المخفر، وحكت للشرطة كل الحقيقة، وحتى أنه دفعت الكفالة عنها. شكراً إليك. كل هاد صار بسببك أنتي. من أول يوم دخلتي فيه على حياتنا خربتي سعادتنا وسلامنا، كله بسببك أنتي، بسببك أنتي، أنتي كله بسببك أنتي، بسببك. إياكي ترفعي إيدك على إيشكي، هاي بتكون مرتي، وصدقيني بسببها ما تسلمتي للشرطة، وإلا ولا عقاب بكفي ليلي حضرتك عملتي معها. تذكري دائماً هالشي، وتذكري إنه ما كان الاختيار بين أمي وستي، الاختيار كان بين الحقيقة بدل الكذب، وأنا أكيد رح أختار الحقيقة. أنت يلي خليتيني أخذ هذا القرار. أمشوا. هلا انت كنتي بتعرفي انك رح تربحي؟ كنت بعرف انه الحقيقه هي يلي رح تربح. بصراحه انا كثير بآمن بالقدر، مشان هيك رجعنا لبعض. انا فكرت انه علاقتنا الى سبب بلقائنا، بس بليله زواجنا عرفت انه هي السبب. اذا كنتي واثقه بعلاقتنا لهي الدرجه، معناها ليش وقعتي على ورقة الطلاق؟ جاوبي. أنا وقعت على الورقة مشان خلي ستك تقتنع إنه هي ربحت وإنه ارتاحت مني وما بقى تشوفني مرة تانية بحياتها، لأنه بهداك الوقت كان ممكن ترتكب شي جريمة، وهيك أكيد رح تصير تكرهني أكثر. شبك؟ يعني كنتي بتعرفي إنه ممكن يصير لك شيء؟ بصراحة ما توقعت منها إنه ممكن توصلني لهي المرحلة، بس عرفت إنه هي ما رح تستسلم، ولحتى تربح رح تعمل أي شيء. شو يلي خلاكي تخاطري لهي الدرجة إشكي؟ أنا وعدت حالي إنه أجمعكن أنت وأمك حتى تشوفك وتوضح لك كل سوء الفهم اللي صار من قبل، وكرمال هيك مستعدة أعمل أي شيء حتى لو خاطرت بحياتي، المهم يوضح كل شيء. لو صار لك شيء
أنا ما كنت بعيش. وفي شي لازم تعرفيه. شوفي ريا كانت عم تكذب علي. الولد ما أنا ابني. بس أنا ما عندي الدليل لأثبت لك هذا الشي. أنا ما بدي أي دليل لصدق. أي شي بتخبرني إياه هو الصح. شكراً كتير حبيبتي. ممكن سؤال؟ طبعاً. ليش خطر لك هالشي؟ شو هو؟ بخصوص إنه لازم نترك هذا البيت. هذا الصح يا إشكي. لا تنسي الوعد اللي أعطيته لأمي. نحن لازم نتركه. بالإذن. كارتيك، بدي مساعدتك بشغلة. ايه فوراً. يلا. ايه ماشي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تفضلوا قعدوا ارتاحوا. شكراً إلك. عن جد أنا فرحانة، فرحانة بشوفتكن. بس خبرني أنت ليش جبتني لهون بهالسرعة؟ يلا لشوف، جاهزين للحفلة؟ لا تطلعوا فيها، نحن لازم نحتفل. ايه إشكي معها حق، وحفلة مرتبة كمان ترحيباً بمرت أخي. جيبوا المشاريع. أنا رح جيبها. يلا بصحتك. لا 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 أنا ما فيني. طيب شو رأيك بكاسة عصير؟ من تحت إيدي طيبين كتير، رح جيب لك. مرحبا، كيفكم؟ راش، أنت شو جابك لهون؟ على فكرة لمعلوماتك إشكي هي اللي عزمتني. صحيح. الليلة رح نحتفل بصحة الكل. تشير. يا ترى شو كل هالضجة برا؟ يا عمتي، ليش أهان طلب منا أنه نجي لهون؟ شو بده يقول يعني؟ ست سارلا، أهان رح يجي بعد شوي. إذا لساتك حابة تتزوجيني قول. خلينا نتزوج. حبيبي، هذا السؤال بيحدد مصيرك ومانو مزحة بنوب، لهيك فكر منيح. ستي أنا فكرت كثير منيح. عن إذنك. في شي جديد؟ إنه عرسي أنا وأهان أكيد رح يصير عن قريب. جيني، العريس ما بيغير الشرواني تبعه بهالسرعة يلي غير فيها أهان عروسته، مو هيك؟ في شي كأنه من وراها. لازم نعرف شو عم يصير يا سارلو. منشوف. أهان، لشو مخطط؟ أخي استنى. We'll be right back.
إيشكي ما قدمت شي ضد مايانك، في حدا تاني اللي اشتكى والشرطة هلأ بدها تعتقله. ست راديكا، انتي اجيتي على القسم وقلتي انه اسمك إيشكي وقدمتي شكوى ضد السيد مايانك وحطيتي مكافأة. ونحن رح نعتقلك تهمة انتحال شخصية غيرك والاحتيال علينا. رجاءً أمي ما بدي أتأخر. أنا وكارتيك فهمنا من قبل إنه إيشكي ما عملت هيك، بس السؤال الأساسي هو مين ممكن يعملها؟ إذا أنا وإيشكي ما تزوجنا، مين المستفيد من هالشي؟ رحتي على غرفة إيشكي لما إجت الشرطة، صح؟ خالة إيشكي قالت لي إنه أنت خبرتي عن الشغل بسنغافورة، ومو بس هيك إنك شجعتيها تروح لهنيك وتتركني. إجاني اتصال من شركة سنغافورة وهن مستعدين يعطوها ضعف الراتب. أنت اللي خططتي، بس ما كان عندي إثبات وحسيت إنه كل شي عم بيصير مو مجرد صدفة وإنه في حدا وراها. هيك لحد ما كارتيك لقى دليل لما تفقد الكاميرات بقسم الشرطة وعرف إنه مو إشكي اللي عملتها، هي أنت. قدرت أعرف مين ورا هذا الشيء؟ مو إيشكي اللي قدمت الشكوى، في حدا تاني اللي اشتكى. رح أبعت لك الصورة هلأ فوراً. اليوم كلكم طلبتوا مني إني أتزوج من ريا، لهيك بصراحة أنا حسيت إنكم متفقين. لأنه ما في أهل بيحبوا إنه بنتهم تتزوج من شاب بيحب بنت تانية. يلا عمي قلي الحقيقة وإلا رح تخليني اضطر سلمهم للشرطة. ما بيهمني إني رح حطكم بالسجن، بيهمني تقولولي وين هي إشكي هلأ وأنا بسحب القضية. وين إشكي؟ وين إشكي؟ اللي وينه؟ أهان، ما هي أهيا، ما هي هلأ هي كيف هربت من هني؟ إشكي جيبوا مي. إشكي خدي اشربي على مهلك. كمان إشكي أنت منيحة؟ قليلي شو صار معك؟ قليلي شو صار؟ لا تضلوا واقفين هون، فوتوها لجوا. ما حدا رح يروح من هون، ما حدا بيتحرك من هون قبل ما أعرف الحقيقة.
قليلي إشكي، قليلي. أنا كنت بغرفتي آهان وما عرفت مين هو يلي غيبني عن الوعي وحبسني بمكان عتم، وآهان أنا هربت بصعوبة. مين اللي ممكن يعمل هيك شيء؟ قالت لكم قصة مخترعتها وانتو صدقتوها بسرعة هيك. لك هي عيلة مهتا الشريفين المحترمين مو أي كلام. الست راديكا قالت إنه إيشكي اللي قدمت الشكوى وهالحكي مو صح، هاد هو الاحترام؟ إيشكي أنا ما عم أكذب. مو هاد وقت الحكي بهي التفاصيل؟ اهتم بإيشكي حبيبي. أنا كتير مهتم فيها، لهيك هلأ بدي أعرف ليش هي انخطفت. حاجة تقولي حكي كله كذب عن عائلتي. أنا عائلتي ما عملت شي. هلأ الجيران اللي عملوا هذا الشي؟ يعني مو أمك ولا حدا تاني؟ بس يا كارتك هذا الحكي مو صح. على مهلك، إذا ما كانت عائلتك هي اللي عملت هيك لكان مين عملها؟ شو رأيكم نطلب نجيب تسجيلات الكاميرات ونشوفهم سوا؟ أنا بعترف إنه عيلتي غلطت معكم كتير. بس قبل ما تحكي عن عيلتي يا محترم، طلع على عيلتك بالأول. شو قصدك؟ في حدا تاني بعيلتك هو اللي ساعدني. شو؟ مين قلتي؟ إذا ريا بتقرر تقول اسمي، وقت آهان رح يعرف إنه أنا اللي خططت لخطف إشكي. ستي يلا شرفي قولي الحقيقة. مرت عمي كيف بتتجرأي؟ شو صار؟ على كل حال كانت الحقيقة رح تنكشف، وهلأ لما حقيقة ستك انكشفت للكل انت ما تحملت. الموضوع كان من تدبير ستك، وهي اتفقت مع الكاهن انه يكون علاجها زواجها من شجرة. ما كان في عيب بخريطتها ابدا، وما كان في داعي للعلاج كمان. وستي ليش تعمل هيك؟ لأنه هي معترضة على إيشكي وعلى إنك رح تتزوج منها. روح واسألها. وقفي عندك ولا كلمة. رح أحكي الكاهن هلأ حتى نعرف. مرحبا حضرة الكاهن، انت قلت لنا انه في عيب بالخريطه تبع إيشكي، هالشي كذبه صح؟ انت شو عم تقول؟ رجاء خبرنا الحقيقه والا رح تفوت على السجن. ايه بتمنى الكل يسمع. مين اللي طلب هالشي؟ بتمنى منك انك تقولي الحقيقه. كاهن كل شي كان كذب، ما في مشاكل بميلاد إيشكي، كله كذب صح؟ قول الحقيقة للكل وإلا رح تروح على السجن. ايه كذبت بالحسابات. انتو سمعتوا شو حكى؟ وانت يا حضرة الكاهن مين جبرك تكذب؟ اهل العروس قالوا لي كذب، وحتى هني دفعوا لي 25,000 روبية.
ليش الكاهن عم يكذب. انت اتهمتي يا لستي. قدمت لك كل شيء من حب واحترام، وبالاخير هيك بتردي لي المعروف. بس ليش؟ ليش هالست الوقحه الخطيره مع دكتوراه بالشر؟ الشخص اللي انت عم تلومي بهي الطريقه هو اللي رباني وتعب علي كل عمري. هي علمتني قيم العائله، علمتني ثقافة الزواج. هي مستعدة تموت كرمالنا. اوعك تتجرئي وتقربي على اسمها وإلا رح تندمي. ستك ببين شكلها مثل أي ست عادية، بس بعقل إجرامي. هي خبيثة وذكية. إيه صح، هي ذكية وعندها عقل إجرامي. أمك ليش موجودة على كاميرات المراقبة؟ لأنه ستك هي العقل المدبر، ونحن عندها مثل الألعاب عم تتحكم فينا كلنا. يلا اسألها. ست راديكا رجاءً اهدي شوي. انتي بتضلي ست وأكبر مني، لهيك رح عاملك بهدوء. وستي علمتني اني لازم اتعامل مع البنات والكبار بالعمر بكل احترام. اذا ما رح تكوني هادية رح اضطر انسى كل مبادئ واغلط بحقك. كل الأدلة كانت ضدكن، كاميرات المراقبة وحتى شهادة الكاهن كمان. وهلأ انتو الثلاثة رح تروحوا على السجن، يلا اعتقلوهن. دقيقة أهان، لو سمحت ما تعمل هيك. نحن مو ناقصنا مشاكل أبداً، ما لنا مضطرين نفوت بمشاكل جديدة مع الشرطة. ليك أهان، هلأ إيشكي موجودة معنا، نحن ما بدنا شي غير هيك. على كل حال هذا يوم حظ وسعادة، ما لازم يكون في شي مو منيح. نحن ما بدنا نرفع دعوة، لو سمحت تركونا هلأ. ليش ما حدا عم يفهم منكم؟ خرستي عم تفهمي؟ هاي مشكلتي لإلي. أساساً أنا ما كان لازم أحكي معكم باحترام، لأنه أنتوا السبب بفكرة أنه إيشكي هربت. بس لا، أنتي رحتي خطفتي إيشكي. هي بوقتها تركتني لأنها كانت مضطرة، هي كانت مخطوفة. أنا رح أتزوج إشكي بهذا اليوم، وهلأ إذا فيكن منعوني. يلا منعوني. كان يفكر أهان ويصدق إني ممكن أتركه. إشكي؟ 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 أنتي منيحة؟ كيف حاسة حالك؟ إشكي، كل الشغلات البشعة راحت هلأ، ما ضل غير السعادة والفرح بعرسكن. كتير كان مشغول بالنا عليكي، كنا خايفين كتير يا إشكي. لما عرف آهان باللي صار وإنك رحتي، ما عاد طلعت منه ولا كلمة واحدة. عمتي لو سمحتي، ما عاد بدنا أزعج، رجاء اليوم العرس وهاد وقت الفرح وبس، لازم نجهز حالنا. يلا. صح بنتي، بس بدي إياكي بنتي ضلي مبتسمة، لأنه الصور اللي بتكوني عم تضحكي فيها أجمل، ورح نشوفه تبقى معنا هاي الصور كل حياتنا. صح مدام؟ يلا إشكي، هلأ رح تلبسي التوب مع الساري، رح تطلعي بتجنني. سونو تعي معي. حتى لو عمتي قالت هيك نفس الحكي، أهان عن جد فكر إني ممكن أتركه؟ هو ما بيوثق فيني؟ طالعة كتير حلوة عن جد. نحن متوترين لأنه بتعرفي إشكي،
أخونا هو ملك الأفعال السريعة دائماً. وشفتي ردة فعله آخر مرة كيف كانت؟ كنت عم أدعي الرب إنه سوء التفاهم هاد يخلص على خير وسلام بهالعيلة. ما في أي فرصة ليصير سوء تفاهم جديد. هاي المرة أهان معه الدليل والإثبات. بغض النظر عن أي دليل، أهان كل عمره بيشجع على إشكي وبعمره ما ترك لحاله. بس هالمرة تركني خالتي، ما إجا حتى ينقذني. بس انتي اجيتي هلا، كل شيء تحسن وصار منيح، صح سونالي؟ ايه مزبوط. يلا جهزي حالك، انا رايحه هلا شوي شوف الوضع كيف برا. اهان فكر اني ممكن اتركه مشان المصاري ومشان شغل سنغافوره او شروط ستي. تعرفي انت ليش عم تتصرفي بهي الطريقه؟ لانه اهلك ما علموكي القيم الاسريه. فعلا انطباعي الاول عنك كان صح، لاني كنت حاسس بالذنب اني انا هنت اهلك، وانا اساسا ما كنت بعرف انكم متعودين على هذا الشيء. وما تغيرت طريقه تفكيره الا لما اعرف انه اهلي ما نون هنيك اساسا ومو معي. بس انت ما انزعجتي مشان عائلتك بوقت الخطبه، بس كرمال الشغل. مين مفكر حالك لتتدخل؟ أنا بعمل أي شيء بدي إياه فيهن. أنا بعمل كل شيء حسب رغبتي، وأهان كان واثق بهالشيء لما عرف حقيقة العمل. يعني لو ما تدخلتي أنا كنت عملت كل شيء بدي إياه مع سونا. ضليت له كل الوقت عن مايانك إنه مايانك سيء، لحد ما مايانك قبل يتركني بحالي. بس إيفي إم بطل يوثق فيه. كل الدلائل كانت ضدكم، كاميرات المراقبة وحتى شهادة الكاهن كمان. هو وثق فيني اليوم بس بعد الدليل. هذا بيعني إنه أهان لهلأ مو مصدق. العريس والعروس لازم يوقفوا هلأ منشان يتبادلوا الخواتم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.